السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. يشرفني إن أنا أدعو حضراتكم كل الأصدقاء والمتابعين هنا في جدة وفي مكة وما حواليها في المملكة العربية السعودية. تشرفونا إن شاء الله في اللقاء المفتوح يوم الجمعة الساعة 5 مساء في فندق ترايدنت جدة، في دعوة مفتوحة ولقاء مفتوح للحديث حول التجارة مع الصين والاستثمار الآمن مع الصين، وإزاي أقدر أعمل استثمار وأعمل تجارة وأعمل رحلة آمنة إلى الصين إن شاء الله، ونتكلم حوالين المشاريع وأسس وبدائل مبادئ إن أنا أعمل مشروع ناجح وإزاي أعمل تجارة ناجحة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 5 مساء في فندق ترايدنت جدة. اللقاء الجميل تحت رعاية الجالية المصرية جروب نبض واحد. يا رب دايما أشوفكم في خير إن شاء الله. أثناء انعقاد اللقاء سيتم الإعلان عن مفاجآت تهم كل المهتمين بالتجارة والاستثمار الآمن مع الصين. أشوفكم يوم الجمعة إن شاء الله، تنوروني، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.